وللاقتراب أكثر من الأوضاع الحالية في قطاع غزة، معنا هاتفيا من رام الله السيد محمد الفتاني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. تحياتي لك أستاذ محمد، وبداية كيف تسير عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية وخروج العديد من المستشفيات عن العمل؟ صحيح، ما زال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة تقدم خدماتها الإنسانية الطبية الإغاثية للمدنيين العزل في قطاع غزة. يتم تقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات، بعض العيادات، وأيضا خدمات الإسعاف والطوارئ التي تنقل المصابين من أرض الميدان إلى المستشفيات، ولا ننسى أيضا المرضى. وأيضا تقوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعملية إغاثة النازحين المدنيين من خلال دائرة الحد من مخاطر الكوارث، وتقديم أيضا خدمات الدعم النفسي خاصة للأطفال الذين تضرروا من القصف، او كانوا او فقدوا عزيزا عليهم، او كانوا هم اصلا يعني جرحى من القصف. نعم. العمل في قطاع غزه هو صعب في ظل نقص الوقود وايضا نقص المعدات والمستلزمات الاغاثيه والطبيه، لكن نعمل قصارى جهدنا لكي نقوم بواجبنا تجاه المدنيين في قطاع غزه. أستاذ محمد، حدثنا بشكل أكبر عن الصعوبات التي تواجه الهلال الأحمر الفلسطيني في إغاثة المصابين وإنقاذ من تعرض للقصف الإسرائيلي في ظل كل هذه الظروف الصعبة. صحيح، المعوقات والصعوبات هي كبيرة. نبدأ من المستشفيات التي تعاني من الإنذار للإخلاء، وهذا يعني أنه ممكن بأي لحظة تقصف. التكدس المرضى والجرحى في أروقة المستشفى، وأيضا هنالك نازحين قد لجأوا إلى المستشفيات للاهتماء بها. على سبيل المثال مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني يضم الآن في أروقته أكثر من 400 مصاب ومريض، منهم من هم على أجهزة التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى 9000 نازح من المدنيين الذين تقطعت لهم السبل ولجوا إلى المستشفى، بالإضافة إلى 100 من الكادر العامل في المستشفى وفي جميع الهلال الأحمر الفلسطيني. أيضا تعاني المستشفيات من نقص المواد الطبية والمواد والمستهلكات الطبية وتلف بعض الأجهزة، وإذا تعاني المستشفيات من اقتراب قطاع الوقود الذي يستخدم في توليد الكهرباء بعد أن انقطع الكهرباء من المباشر. خدمات الإسعاف والطوارئ تعاني من تضرر في سيارات الإسعاف، إصابة المسعفين واستشهاد 4 من زملائنا، خروج بعض سيارات الإسعاف من الخدمة، وأيضا الخوف من انقطاع الوقود الذي يقوم على تشغيل سيارات الإسعاف. وحدة إدارة المخاطر تقوم بدورها على الرغم من شح المواد الغازية والمواد الغذائية والمياه الشرب، وتقوم ما بوسعها بسد حاجة النازحين من خلال المخازن التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. والدعم النفسي يعاني من شح في الأدوات التي يمكن استخدامها خاصة مع الأطفال مثل الألعاب وما يمكن أن يخرجهم من حالة الصدمة التي عاشوها. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ محمد الفتاني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني.